تنتظم بالمركب الشبابي بيتوزر الدورة الثانية من التربص التكويني في صحافة المواطنة من 2 إلى 16 ديسمبر 2012، وذلك بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة، قناة فرنسا الدولية وجمعية نواة. هذا التربص موجه في مراحله الأولى إلى إطارات الشباب. الغاية من بحث المشروع هذا هو تمكين الشباب في أكثر عدد ممكن من المدن والجهات، خاصة الجهات البعيدة على الأضواء العالمية، من فرصة أنهم يتعلموا الصحافة في إطار المواطنة، في إطار جمعياتي، وأنهم يكونوا أيضا الصوت نتاع الجهات نتاعهم ومشاكلها، وأنهم يكون عندهم القدرة والأدوات اللازمة باش يوصلوا القضايا اللي عايشين فيها والقضايا نتاع المحيط نتاعهم للرأي العام. بالنسبة لي تجربة صحافة المواطن تجربة جديدة، خاطر ما خدمتش الميدان هذا في دار الشباب، دونك تعرفت على تكنيك جدد باهين يفيدونا نحن كمؤطرين شباب في التقنية هذه، وعلى مستوى ثاني باش نحولوهم للشباب. Festival va se dérouler durant ces jours-là, puis après on va diriger vers la maison de la Quétiro, on trouve le comité du festival. Ok. تجربة صحافة المواطنة تجربة بالحق رائدة وتجربة تحفونة برشا، بالحق تخليك تهبط للشارع، تخليك ترصد نبض الشارع من خلال البحث في عديد المحاور والبحث في عديد المواضيع اللي بالحق تهم الشارع وتهم المجتمع بصفة عامة. نحن اليوم في تجربة صحافة المواطنة باش نقوموا بزيارة البي تي اس. بطبيعة التجربة هذه فيها ما لقيناش برشا صعوبة أن نتواصلوا مع الناس ونحاولوا ننقلوا مشاغلهم وصوتهم في عدة محاور، أهمها اليوم قروض الثغرة مع البي تي اس. تختلف وجهات النظر حول الفرق بين الصحافة الرسمية وصحافة المواطنة على مستوى المحتوى وأدوات العمل وطريقة معالجة المعلومة. بالنسبة للمراسلين، مراسلي المؤسسات الإعلامية اللي يكونوا يعني ما همش مختصين، ممكن يكون ما عندهمش دقة في الخبر، ونلاحظوا ما عندهمش الحياز، فعندهم شوية تعليق، يعطوا آرائهم في الحدث، وهذا حاجة ما نجموش نلقوها في الصحافة المختصة. الصحافي المهني مطالب عنده قواعد أدبية ومهنية يلزم يلتزم بها ويحاسب على أي خطأ، لأن ثم المسؤولية. صحافة المواطنة على أهميتها ودورها أنها تكون شبكة للمعلومات وسيرتو تساهم في نشر الوعي، تقرب المعلومة من المواطن، إلا أن المواطن اللي باش يقوم بالدور هذا كمتطوع ماهوش مطالب بالمعلومة الحقيقية أو الدقيقة، وما عندهاش هنا زاد شرف مثلا ميثاق للمهنة، وما عندهاش مسؤولية جزائية أو قانونية قد تترتب على العمل نتاعها. Alors niveau technique, la différence entre journalisme professionnel et journalisme citoyen est que dans le professionnel, on a du matériel technique qui est très poussé, donc de grande qualité, qui vaut très cher et qui demande des grandes connaissances techniques. Pour journalisme citoyen, au contraire, on demande plutôt au matériel d'être facile d'accès, d'être de bonne qualité. C'est pour ça qu'on dit que c'est semi-professionnel. Comme journaliste professionnel, on travaille pour beaucoup de gens à la fois. Moi, je travaille en France pour 60 millions de téléspectateurs, ou 30. En tout cas, on donne une info basique que tout le monde puisse comprendre, et on fait un peu d'informations spécialisées. Le journaliste citoyen, c'est un journalisme fait par des citoyens, pour des citoyens, c'est-à-dire qui va remettre le citoyen dans un rôle moteur de la société.